مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. المشاهد نت يجيب عن تساؤل كيف تحولت صافر من مورد اقتصادي إلى تهديد إقليمي. العرب الجديد يقول أن هناك انعكاسات كارثية للأزمة المالية اللبنانية على اليمن. ومن أخبارنا المنوعة، مصابة بكورونا تنقل العدوى لواحد وسبعين شخصا بعد استخدامها مصعد منزلها. قبل يوم واحد أطلقت ميليشيا الحوثي صاروخا باليستيا على محافظة مأرب. يقول موقع يمن مونيتور أن الصاروخ سقط قرب المجمع الحكومي ليهز المدينة التي يعتبر معظم سكانها من اللاجئين، ولم يعلن عن وقوع إصابات. المتحدث باسم التحالف تركي المالكي قال أن جماعة الحوثي تستمر في انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين، فيما لم يصدر أي تعليق من الحوثيين حول الهجوم. يضيف يمن مونيتور، التحالف يشن غارات جوية على مناطق سيطرة الحوثيين، في المقابل يطلق الحوثيون صواريخ على السعودية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. رغم أن عمر سفينة صافر يبلغ أقل من نصف قرن بسنوات، لكن على ما يبدو أنها وبحسب المشاهد نت لن تصل إلى عامها الخمسين، إذ توشك أن تتحول إلى كارثة يمتد عمرها لعقود طويلة. وعوضا عن كونها إحدى دعائم الاقتصاد اليمني خلال العقود الماضية، توشك أن تصبح بؤرة لاستنزاف هذا الاقتصاد ونزع إحدى وسائل كسب الرزق من أيدي مئات الآلاف من اليمنيين. مشاهد نت حصل على تفاصيل جديدة حول أزمة خزان صافر، ومن ذلك رفض الحوثيين التعاون مع الأمم المتحدة لنقل السفينة إلى البحرين لإجراء أعمال الصيانة ومن ثم التفريغ، كون أجزاء السفينة وصلت إلى درجة من التلف، وستصبح أي عملية إفراغ لها مخاطرة بتسريب النفط، وفق ما كشفته رسالة حررها الكابتن جون كيرلي خبير الإنقاذ في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى وزير خارجية الحوثيين هشام شرف، والتي تكشف أن صيانة السفينة في موقعها لم تعد ممكنة، والأمم المتحدة كانت قد بدأت بالتنسيق لسحب السفينة إلى البحرين بواسطة شركة متخصصة بهذا النوع من الأعمال عبر مناقصة تتضمن فحص السفينة وحقن خزاناتها بالغاز الخامل والعمل على تفريغ السفينة من النفط الخام. ويفسر الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن سبب رفض الحوثيين لهذه العملية هو أن سحب السفينة يفقدهم السيطرة عليها، وبالتالي الموارد المالية التي يسعون للحصول عليها من بيع المخزون النفطي داخلها، إضافة إلى ما يطمعون في الحصول عليه من منح ومساعدات دولية لعملية الصيانة، كما سيفقدون استخدامها كوسيلة ابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية. يواصل الكاتب محمد صلاح نشر مقالاته تحت عنوان اليمن الداخل والساحل ثنائية الحياة، والتي تنشر على صفحات موقع قناة بلقيس، ونطالع منها. هنالك كثيرون من ينظرون إلى جغرافيا البلاد بصورة خاطئة، حيث يرى اليمن بأنه مناطق الداخل فقط، بينما يجب على أي قراءة تسعى لمعرفة شخصية اليمن عدم الفصل بين الساحل والداخل، مثلما على أي حكومة وطنية أن تدرك تنوع مناطق البلد وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التنمية، كما أن الحديث عن العزلة التي عاشتها البلد لم تكن قدراً فرضته الجغرافيا، بل قرار اتخذته السياسة في فترات الضعف والضياع. إن اتحاد الموقع والموضع بإدارة كفوءة وإدارة وطنية ذات سياسة تستلهم التاريخ وتستوعب اليمن أرضاً وإنساناً، سوف تحد من دورات الصراع على السلطة وتكون قادرة على الاستمرار والاستقرار، بحيث أن الفائض الذي يستطيع الموقع تحقيقه إذا تم استغلاله بطريقة ناجعة وإدارة ناجحة أن يكفل الأمن والتنمية للموضع.
ويطفئ نيران القلق لديه الناتج عن شحة موارده، ويستجيب كما حصل في عصور تاريخية مضت للموقع من خلال عملية الإنتاج وممارسة دوره كحارس أمين للموقع، بحيث يفتح الساحل ذراعيه للعالم وهو مستند إلى الجبال. لقد ظل الداخل خلال فترة تزيد عن 1500 عام يشكل مصدر قلق وتوتر للحكومات المركزية، ليس رفضاً منه لفكرة الدولة أو لنزعة انفصالية، وإنما لأسباب تتعلق بالموارد بدرجة أساسية وعدم كفاءة كثير من الحكومات المركزية في إيجاد توازن في إدارة المناطق وتوزيع الموارد، ساعد على تعزيز عوامل التمرد بين سكانه. ثم أضيف إلى ذلك سيطرة فكرة سياسية لبست عباءة الدين واستغلت قلق سكان تلك المناطق وأفرغته في الحروب على المناطق ذات الوفرة المادية، ووجهته صوب استهداف الحكومات المركزية بهدف السيطرة على الحكم والسلطة والاستئثار بالموارد، الأمر الذي ظل يربك استقرار الدولة والمجتمع. تقع قلعة القاهرة في السفح الشمالي لجبل صبر وتطل على مدينة تعز، ويقدر ارتفاعها عن مستوى سطح البحر بحوالي 1500 متر. ترجع المصادر التاريخية تأسيسها إلى ما قبل الإسلام، وقد نشر موقع خيوط تقرير عنها بعنوان قلعة القاهرة، المكان حافظ أمين للتاريخ. وقال الموقع: تتكون قلعة القاهرة من جزئين، الأول ويسمى العدينة، ويضم حدائق معلقة على هيئة مدرجات شيدت في المنحدر الجبلي، وسدا مائيا وأحواضا نحتت وشيدت في إحدى واجهات الجبل، فضلا عن القصور التي تتناثر في أرجائه محاطة بالأبراج والمتنزهات. في هذا الجزء توجد أربعة قصور هي دار الأدب، دار الشجرة، دار العدل، ودار الإمارة، والأخير كان خاصا بالملك وفيه قصر الضيافة، كما توجد عدد من الأنفاق التي تربط القصور بالخارج عبر ممرات سرية. لم تشهد قلعة القاهرة أي استخدام عسكري منذ قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 1962، لكن مع اتساع رقعة الحرب في اليمن عام 2015 سيطرت عليها في البداية قوات الرئيس السابق صالح والحوثيون، ومع اقتراب نهاية العام 2016 سيطرت عليها تشكيلات قتالية تابعة للمقاومة الشعبية في مدينة تعز. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 500 غارة شنتها السعودية في اليمن تشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، رغم تبرير لندن الأسبوع الماضي قرارها استئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع حوادث معزولة فقط. وعنون موقع الخليج أونلاين والذي ترجم تقرير صحيفة بريطانية الجارديان: 500 انتهاك سعودي محتمل للقانون الدولي في اليمن. وذكرت الجارديان البريطانية ردا على سؤال عاجل في مجلس العموم البريطاني بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية رفض وزير التجارة غريغ هانز تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض. أضاف أنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات سعودية في اليمن، مشيرا إلى أنه لا يملك حرية القيام بذلك، لأن معلومات من هذا النوع يفترض أن تصدر من مصادر تحظى بالسرية. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سؤال مكتوب من أحد نواب حزب العمال البريطاني طلب فيه حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي نفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن منذ عام 2015، رد وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي بأن عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغت حتى الرابع من يوليو الحالي وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع المعروفة بتراكر 535 حالة. وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة، وهي منظمة بريطانية مناهضة للتجارة الدولية للأسلحة، أنها تدرس حاليا جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن في قرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، وأن التبرير الوزاري غير الكافي المقدم يشجع النشطاء على الاعتقاد بأن أي إجراء آخر في المحكمة يمكن أن ينجح. توفي واحد من صحفيي اليمن الشباب وما زال في قمة عطائه، وقد رثاه الكثير من زملائه، وكتبت عنه جنى الحسن زميلته في موقع ارفع صوتك حيث كان يعمل
وقالت عنه: كان غمدان مخلصا في عمله، دؤوبا على الكتابة، ودائما يبذل قصارى جهده ليبرز ما يكتبه ويتفاعل مع متابعينا. في عام 2015 كنت بصدد كتابة موضوع عن اليمن، وكان هو من ضمن المتحدثين. لفتتني سرعة بديهته وإلمامه بالتفاصيل والكثير من المعلومات التي سردها بدقة وسرعة، وفكرت في سري: هذا الرجل موسوعة. انضم بعدها إلى فريق عملنا ومررنا معا بتجارب كثيرة. ما أذكره هو أن غمدان كان يخوض نقاشات كثيرة معي حول ما يكتبه أو حول تعديلات نطلبها منه نحن كفريق تحرير. أحيانا كان يستاء، وعبر الهاتف كان يقول لي دائما: يا أستاذة جنى، حتى تشتد انفعالاته، ويقول بعدها: شوفي يا جنى. وكنت أضحك حين أراه هكذا لامتصاص انفعالاته. ونعود في اليوم التالي بمهنية تامة إلى نقاشات جديدة. قربنا غمدان من اليمن ومن جرح بلاده، ومنذ صباح الاثنين 13 من تموز يوليو، وقت تلقي خبر وفاته، وأنا أفكر بعائلته وظروفها المعيشية، وبأن الموت على قدر ما هو حق، هو أيضاً صعب جداً حين يأتي فجأة هكذا بلا نذير، وهو أصعب حين يحصد حياة معيل أسرة في بلد ممزق ومثقل بالتعب. شوف يا غمدان، هذه الحياة صعبة والموت أصعب أحياناً، لكننا سنشتاق إليك وسنحاول أن نبقي ذكراك في قلوبنا. هزت الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان البنوك والتعاملات المصرفية في اليمن، وعطلت جزءاً كبيراً من العمليات المصرفية اليومية المعتادة والتي تتم بشكل خاص عبر أجهزة الصرافات الآلية وإجراءات فتح الاعتمادات المستندية. وعنونت العربي الجديد: انعكاسات كارثية للأزمة المالية اللبنانية على اليمن. وقالت الصحيفة: لم تتوقف تأثيرات هذه الأزمة على البنوك والقطاع المصرفي في اليمن، بل طاولت بشكل كبير القطاع التجاري الخاص الذي كان يعتمد على البنوك اللبنانية لفتح اعتمادات الاستيراد الخاصة به وتنفيذ التحويلات المالية مع الموردين والعملاء. وتسببت الحرب والصراع الدائر في اليمن منذ ما يزيد على 5 أعوام بتضييق الخناق على البنوك اليمنية والقطاع المصرفي في البلاد وانهيار الريال اليمني، وهو ما أدى إلى انخفاض المستوى الائتماني للبنوك اليمنية لدى أغلب المؤسسات المالية العالمية، ولم يعد هناك من يقدم اعتمادات مستندية نيابة عن بنوك اليمن إلا في لبنان. وقال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود ناجي للعرب الجديد أن البنوك اليمنية عملت خلال السنوات الماضية على بناء وتطوير علاقة عمل وثيقة مع القطاع المصرفي اللبناني، وكانت، ويقصد البنوك اللبنانية، خير سند للمصارف اليمنية عندما عمد كثير من البنوك الأجنبية إلى التضييق عليها إثر تصاعد الأزمة السياسية في البلاد. ومع تعرض لبنان لأزمة مالية حادة، اضطرت السلطات المالية في بيروت إلى فرض قيود على سحوبات العملاء ومن ضمنهم البنوك والمصارف اليمنية. وبحسب ناجي، فإن البنوك اليمنية كانت قد أودعت أرصدة لا بأس بها في حساباتها لدى البنوك اللبنانية، لكنها لم تتمكن من سحب أرصدتها أو حتى استخدامها في تغطية اعتماداتها المستندية أو تحويلاتها إلى الخارج. الأصول السلطوية وانهيار الدولة العربية، تحت هذا العنوان كتب خليل العناني مقاله المنشور في الجزيرة نت، وجاء في المقال: حاولت قوى سياسية وأيديولوجية عديدة فرض هيمنتها سواء الفكرية أو السياسية على المجتمع وإعادة تشكيله لضمان تأييده في صراعها مع بعضها بعضا، وكانت النتيجة أن المجتمع أصبح مجرد أداة تستخدمها النخب والقوى في صراعها، وليس طرفاً مستقلاً في اللعبة له أهدافه ومصالحه. وعندما جاء الربيع العربي، حاول كسر هذه المعادلة من خلال إشراك المجتمع بقواه الحية كفاعل مستقل عن مراكز الصراع، ومساهماً للمرة الأولى في بناء دولته وتصحيح بوصلتها. لكن سرعان ما انقلبت قوى الثورة المضادة عليه وانقضت على حلمه، ودخلت في صراع شرس أدى إلى تقسيم وتحطيم المجتمع ذاته، كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن.
إذ لم يكن فشل الربيع العربي إلا بسبب إصرار الأصولية السلطوية على خنق المجتمع وتأميم المجالين السياسي والعام بما لا يسمح بظهور أي حركات سياسية حقيقية أو مجتمع مدني ناضج وقوي يمكن أن يشكل بديلاً عنها. الأصولية السلطوية، ونعني بها تركيز وتجميع السلطة في أيدي فئة قليلة من الساسة تستخدم كافة أشكال القمع والعنف والإقصاء من أجل البقاء في السلطة والاستئثار بها مهما كان الثمن، وتمثل أحد الأسباب الأساسية لسقوط وانهيار الدولة الوطنية في أكثر من بلد عربي في مفارقة غريبة. فالمفترض أن هذه الدولة كانت بمثابة الحلم الذي سعت النخب العربية لتحقيقه بعد الاستقلال، لكنها أصبحت مجرد جهاز تستخدمه النخب السلطوية من أجل الاستئثار بالسلطة. وقد تفشت هذه الأصولية السلطوية طوال العقود الستة الماضية وقامت بتشكيل مراكز القوى بشكل ممنهج ومؤسسي أدى إلى سيطرتها على المجتمع، مضعفة كل الوسائط السياسية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، ووائدة ظهور أي بدائل سياسية حقيقية وجادة. لذا عندما اندلعت موجة الربيع العربي وسقطت بعض أضلاع هذه الأصولية السلطوية، انكشفت حالة الفراغ السياسي الهائل الذي لم يجد من يملأه سوى جماعات وحركات مختلفة تتفاوت في درجة أصوليتها الدينية والطائفية. يعتقد باحثون أن امرأة أصابت عن غير قصد ما لا يقل عن 71 شخصاً بفيروس كورونا بعد قيامها باستخدام مصعد منزلها. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط فقد بدأت القصة بعد عودة السيدة إلى منزلها في مقاطعة هيولينغانغ الصينية بعد رحلة قامت بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لم تظهر على السيدة أي أعراض للفيروس، كل ما فعلته السيدة هو أنها استخدمت المصعد فور وصولها إلى منزلها، ثم استخدمه بعدها جارها في الطابق السفلي. حضرت والدة جارها وصديقة لزيارته، ثم حضروا جميعا حفلا مع مجموعة أخرى من الناس. وفي السادس من شهر إبريل ثبتت إصابة جار السيدة ووالدته وصديقه وثلاثة أفراد كانوا حاضرين للحفل بفيروس كورونا. وقبل أن يعلم الأشخاص الثلاثة تلقيهم العدوى ذهبوا إلى مستشفيين للخضوع للكشف، حيث تبين أنهم أصابوا 28 شخصا في المستشفى الأول، بينهم 5 ممرضات وطبيب و20 شخص في المستشفى الثاني. ونقل بعض أولئك المصابين العدوى لمرضى آخرين ليصبح مجموع المصابين 71 شخصا. وبالبحث عن أصل الإصابات علم المحققون أن جارة المصاب الأول عادت من السفر مؤخرا، فقاموا بإجراء اختبارات لها ووجدوا أجساما مضادة للفيروس بجسمها، ما يشير إلى أنها كانت تعاني من المرض سابقا. كأي رائد أعمال في وادي السيليكون في أمريكا، يقول موقع عربي بوست أن الملياردير الصيني زانغ يمينغ تمكن من إطلاق تطبيقات في موطنه بالصين جعلته يقترب من منافسة تطبيق فيسبوك نفسه وتهديد مكانته على مواقع التواصل الاجتماعي، لعل أشهرها تطبيق التيك توك. التطبيق الذي أصبح بفضل رؤية زانغ الثورية أغلى شركة إلكترونية في العالم بات يشكل قلقاً. تطرق إليه وزير الخارجية الأمريكي شخصياً مايك بومبيو، منوهاً إلى أن الحكومة الأمريكية قد تحظر التطبيق. حتى شركة أمازون أصدرت مذكرة تطالب موظفيها بحذف تيك توك من هواتفهم بصورة فورية، ثم أعلنت أن الإيميل أرسل عن طريق الخطأ للموظفين متراجعة عن قرارها. وكان عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ الأمريكي قدم في شهر مارس مشروع قانون يهدف إلى منع الموظفين الفيدراليين من استخدام تيك توك على الهواتف الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. مؤسس التطبيق هو زانغ يمينغ، والذي ولد في إبريل عام 1982، وفي العام 2001 انضم لجامعة نانكي في تيانجين لدراسة الإلكترونيات الدقيقة قبل أن ينتقل إلى الهندسة البرمجية ويتخرج عام 2005. مختلف الأحداث كما رأتها عدسة مصوري الواشنطن بوست، نتابعها معكم في جولتنا المصورة اليوم.
عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. بهذه المجموعة من رسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من كشك الصحافة. كونوا بخير.